أنا تعودت لا شفت واحدا ناجح ولا واحدا كفو، قلت له والله أنك كفو، وأقولها على 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 رؤوس الملام. والله مو بإعلان، ولكن تطبيق مرسول من أجمل تطبيقات التوصيل اللي ممكن تتعامل معهم، والله أني أتعامل معهم باستمرار بدون إعلان وبدون ما أقول أصلا أنا غازي. يعني خدمة التوصيل عندهم جبارة جبارة. تعرفون الزرعة دي؟ يا ويل من بيطيح فيها، عز الله بتعدم ملابس. مرحبا يا ذكر الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عمل بسيط لا أخذتك الدنيا وبديت تشوف نفسك ضعيف، لا جاه المال والمنصب والمكانة المرموقة، يبدأ يشوف نفسه ما يشعر، فشيء يأدب النفس ويرجعها لوضعها الطبيعي ويخليك تشعر أنك إنسان مهما وصلت تبقى إنسان ضعيف تحتاج الله في كل أمور حياتك. شوفوا هالعمل، يا الله اطرح البركه. حبيبنا محمود كيف حالك؟ الله يخليك، تسلم استاذ غازي. ها ايش قاعد تسوون؟ القواعد. ها القواعد، والله اني ما ادري الدرع من انت رعا. العلوم كلها عند اخوي المهندس ابو عقاب سلطان، هو اللي سن علم. وانا لا تتصلون علي مره، انا علي الدنانه. ها انا علي الدنانه. خلاص الدنانه ابو خلاص. تبغى شيء؟ ناقصك شيء؟ الله يبارك فيك، تسلم. الله يخليك. الله يوفقك. نروح الكافيه. بس الكافي انا والله انا رايح له بعد العشاء، بس ما يصلح اخذكم في الويكند، زحمه مره، انا ما القى مكان اجلس فيه. لا لازم تاخذنا معاك، خلي ايام الاسبوع، والله ان شاء الله ناخذكم باذن الله. خلاص ماشي. يا اهلا. مره طفيلي على قوم يتغدون، قال سلام عليكم معشر اللئام. قال هو عليكم السلام مير، والله انك كذبت. ورا ما قلت الكرام، والرجال يعود ينوخ مطيته وينزل ويثني ركبته عندهم، قال اللهم اجعلهم من الصادقين واجعلني من الكاذبين، ويدق لك فالمفطح لين قال بس. والله ذكي جدا ذا. بالمناسبة طفيلي هذا شخص زمان كان يجي للعزايم بدون ما حد يدعيه، يأكل الرجال ويسولف ويتقهوى ويشرب شاي ويتوكل على الله، حتى ما يقول أكرمكم الله. شكرا. يا عمري يا الأمريكي اللي بيساعد عمه. يلا يا عمي تأخرنا، يلا مشانا. هذه وين تبتوديها؟ هذه بطيب ضيوفنا الرجيل في الكافي. الرجيل بس والحريم طيب. يلا يلا حط الفريق. دخون الإماراتية في كل مرة يحرجوني بتعاملهم الراقي. لما دروا أن الكافي لي قالوا يا غازي بنرسل لك مباخر صناعة يدوية من أجود ستيل ستيل في العالم، متخيلين يا إخوان؟ والله تحف يحبها قلبك. يا سلام، بألوان مختلفة. شوفوا حتى هنا إيش كاتب، ما شاء الله تبارك الرحمن. اللي حاب يطلبها يرفع الشاشة. ما هذا العود؟ والله أني جايبه من بيتي أستخدمه أنا خصيصا، وأنصحكم فيه وبقوة. والله أني جايبه للضيوف اللي مشرفين اليوم في الكافي، من خواتنا الغاليات ومن إخواني الغالي. خشب عود لاوسي محسن يحب قلبك. بسم الله. يلا يا الأمريكي، أبيك الطيب الرجال والنساء. لا نساء لا، استحلوك على طيب الرجال. يا سعد أنت نونو معايدي صغير توك. لا أشوف شنبي. أشوف وش؟ شنبي عارين. امسك امسك، الله يرضى عليك وطيب الناس كلهم. يلا يلا يا الأمريكي. شيخ شيخ. وهذا سبانيش لاتيه اللي يحب قلبك، حلا مو بزايد ورايق صراحة. يعطيك العافية شهد. اللي يحبون المشروبات الحارة أنصحكم في سبانيش لاتيه. هلا يا عيون. يا هلا يا أبو. خير الحمد لله بخير. أنت نجم سنوب. يا بعد شطفتنا بيض الله وجهك. يا بعد شطفت العتبان كله. الله يسعدك. مبروك ألف مبروك على المحلات كلها. أنت وش أنت؟ أنا عتيق. من أي العتبان؟ من الدويبة. ونعم ونعم والله، الله يوفق ذا الوجه دنيا وآخرة. شكرا يا أبوي. شكرا شكرا شكرا. أنصحكم في سبانيش لاتيه اللي يحبون المشروبات الحارة، رايق رايق رايق. ايه بعادي اللي طيب. والله انا زعلان الرجال، وش فيك؟ يا اخي في يا اخي انت نصبتني. لحظة قل في ذهني. اي يا قلبي يد. هنا اسكت قليلا. هذا قرص عقيلي من اكثر الاطباق مبيعا عندنا، الحل الكويتي بطريقة سعودية. وهذا ملك الاطباق عندنا بستاشيو مولتن. هذا أنا أتحدى أي واحد ذويق حلا يقول هذا غازي عادي. عشاق اللوتس لا يفوتكم هذا الطبق، لوتس مولتن. بسم الله. شوف 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 يا حبيبي. يا ويلك يا سواد، ليلك من أبوي. يا ويلي من وش؟ يا ويلك من وش؟ يا أخي ما شوف شو كم سوي بشعر ولدك.
ليش؟ ما هو بشايف أحد. ليش تخلي بابا يحلق لك زي كذا؟ عشان تصير حلو. عشان تصير حلو؟ على يا الطلاق ما تصير حلو طول عمرك. عشان كافيك حلو. يا عمري أنت يا فارس. يلا تعزو تعزو يا فارس. يا عمري انت واحد ثاني قوه قوه يلا تعزم قبل كفي كل يسمع يلا يلا اخت يا عمري يا ويلك من ابوي يا علي الطلاق ما في ما هب انت بجيبك ولا انت بشايفين والله تجي بكره على الغداء وانت ما تشوف الدرب علي الطلاق تجي